رسالة إلى الأخ رياض الزنم، واثق الخطوة يمشي ملكاً، البطل الناجح رياض الزنم. نعم، الخاسرون هم أعداء الناجحين، والنجاح غالباً ما يولد أعداء ويخلق حسودين وكارهين، أصحاب عزيمة هشة ورقيقة وضعيفة، ومن لا يستطيع اللحاق بك ليس أمامه إلا أن يطعنك في ظهرك. ولكن الشخص الناجح هو من يؤمن بالمقولة الشهيرة: إذا ضربت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. ولا أعتقد أن هناك ما يؤلم الفاشلين ويغضبهم ويزيد من غضبهم وحسدهم وغيرتهم هو استمرار الناجح في نجاحه، والمتفوق في تفوقه، والمتميز في تميزه، وصاحب المجد في مجده. الفاشلون لا يرضون بنجاح الناجحين، ولا يتمتعون بحياة مريحة، ولا ينامون، ولا يتمتعون براحة البال، ويرون الناجح يسير بخطوات واثقة نحو النجاح والتميز والتفرد، بل يحاولون جاهدين اتهامه بالكذب والافتراء واختلاق القصص الكاذبة وترويج الإشاعات والنميمة وكل شيء. فدورهم هو نقل صورة مشوهة عن الشخص الناجح، كما هو الحال مع الأخ رياض الزنم. ولا شك أننا جميعا نعلم وندرك، وأنت أخي رياض الزنم تعلم وتدرك جيدا أن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون إلا في أصحاب النفوس المريضة التي تأكل قلوبهم نار الحسد والأنانية والغيرة. لكن استمر وقف شامخا، رأسك مرتفع فوق السحاب، وتجاهل كل من يحاول إحباطك ويقف أمامك. فالفاشل يجلس دائما في الخلف، أما الناجح فيجلس في بداية المرحلة وفي المقدمة. فالضربات المتتالية من الفاشل لا تضعف الإنسان الناجح، بل تزيده عزيمة وإرادة وقوة وصلابة وتقدما وشموخا. فوراء كل إنسان ناجح عدو فاشل، وأفضل طريقة لتدمير هؤلاء الفاشلين وإثارة غضبهم هو الاستمرار في النجاح والتفوق دون الالتفات إليهم ولو بنصف عين. فالقبيح يرى في الجمال تحديا له، والغبي يرى في الذكاء عدوا لدودا له، وهكذا الفاشل يرى في الناجح تهديدا لشخصيته المريضة. واصل طريقك نحو النجاح بكل هدوء وطمأنينة، فلا تضيع وقتك في مواجهة هؤلاء الخاسرين، فهناك عدالة إلهية تكفي لمكرهم وقبحهم وسذاجتهم. فاستمر، فأنت في المقدمة. لك مني كل التهاني، أهنئك وأبارك لك من كل قلبي هذه النجومية التي حققتها في أقصر وقت، وحصلت على اللقب بجدارة على مستوى العربي والدولي. شاء من شاء وأبى من أبى، فسحقا للحاسدين. أتمنى لك المزيد من النجاح والتميز والرقي، ومن الأفضل إلى الأفضل، حتى تصل إلى القمة وتصبح رقما صعبا، وها أنت على مشارف الوصول إلى القمة. وما هو قادم سيثبت لكل الساخرين، المحبطون، الحاسدون، الجبناء. أخي رياض الزنم، تذكر دائما أن أعداء النجاح لا يهاجمون إلا من يمتلك صفات الإنسان الناجح، ولهذا السبب إنهم يشككون دائما في قدراته ومهاراته. تبا لهم، ولك المجد والإجلال، ارفع راسك فوق السحاب. لك فائق تقديري واحترامي. هذا المنشور من صفحة الأخ شمسان المنصوري. نرجو أن تجد المحتوى الخاص بقناتنا على اليوتيوب ممتعاً ومفيداً. لا تتردد في مشاركته مع من تحب من أصدقائك. كن أول من يستقبل فيديوهاتنا عن طريق الاشتراك في القناة ومتابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا على قناتي في اليوتيوب، قناة كريم القادري، للحصول على كل ما هو جديد ومفيد. إذا أعجبك الفيديو ضع لايك، اشتراك للقناة على اليوتيوب أو متابعة لصفحتنا على الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد. على قناة كريم القادري.